أورانيا داهر اختصاصية بالعلاج النفسي، أهلا وسهلا فيك. اليوم كمان موضوع شائع منشوفه بالعلاقات، رح نحكي عنه، عن أسبابه، بركة ما بعرف عن خلفياته، هو الانقطاع المفاجئ بالعلاقات أو الاختفاء، الشبحية بسموها الشبحية. حلو جوستينج. صح 100%. هو صار كتير متداول هلأ، لأنه أسهل طريق للواحد يقطع علاقة ويختفي فيها وما حدا يسأله وينك، صح، لأنه صارت ترند وموجودة وعم تتكاثر بشكل يعني، وهيك صارت سهلة، يعني كأن واحد بيخدها على محمل هيك السطحية، لأنه عم نسمع فيها صرنا كتير، صح. فصار أنه ديجا فيو، عرفت كيف؟ أنه صارت مع كذا، صارت مع فلان، صارت إذا صارت معي طبيعي لأنه عم بتصير، مع أنه هي بتعمل ردات فعل بالعقل الباطني كتير قوية، والإنسان ممكن اللي مفعول به ممكن يوصل لمحل أنه تنعدم عنده ثقة بالآخر وما يعود عنده علاقة بحياته أبدا، صح، حسب كمان حجم هالعلاقة دي كانت وكيف صار الاختفاء. خلينا نقول نحكي عن الفاعل بالأول قبل المفعول بها. هالناس يلي يعني يمكن في ناس بتكرر بحياتهم، يعني هن من الناس بفوتوا بعلاقات وبس يحسوا حالهم مش مرتاحين بيختفوا، بيجعوا بيكرروا هالموضوع. هول الناس من شو بيعانوا؟ هول الناس بيكون أول شيء عندهم عدم ثقة بالنفس، تاني شيء بيكونوا انتركوا يمكن على صغر، عندهم separation anxiety، يا الأم يا البي عمر صغير تركون، فبيضلوا عم بفكر الشخص أنه أنا الشخص اللي قدامي ما رح يضل معي، رح يتركني بيوم من الأيام، فأنا بختفي قبل ما هو يختفي. عدم الثقة بالنفس قلنا، بيكونوا انتركوا على صغر، بيكون عندهم حالة مرضية أكيد، بيكون عندهم حب لتعداد الأشخاص كتير بحياتهم، ما بيكون عندهم حب للالتزام، ما بيكون عندهم بركي خوف كمان، أكيد الخوف كتير، لأنه نحن قلنا بيخافوا من أنه يرجعوا ينتركوا لأنه انتركوا قبل، بيخافوا من المسؤولية، بيخافوا من الكوميتمنت من الالتزام، بيخافوا من أنه يصير عندهم عائلة لأنه ما بده يتكرر مع الأشخاص اللي بحياتهم يلي صار معهم هن بحياتهم. فالخوف دايما تحت الخوف في شمسية كبيرة، الخوف تحت في ردات فعل كتير كبيرة، كل إنسان بيعمل لها ديكوداج أو بيشفرها بعقله الباطنة بطريقته هو. للأسف عندنا ضحايا كتير بيصير، بس هو الشخص هو أوريدي ضحية لضحية، فوصل أنه يصير جلاد لضحايا كتير. للأسف فعلا تعبير، يعني أوقات يمكن هلأ الناس يفكروا كبير جلاد، بس هو فعلا يعني بيترك وراه ضحايا أو بيترك وراه ضحية مدمرة، يعني تتغير حياتهم. يعني خلينا نحكي عن هالناس يلي هني بيكونوا ضحايا بهالنوع من العلاقات. طلعي هو أول مرة بتصير تروما عند الشخص اللي انترك، تاني مرة تروما، تالت مرة بتصير PTSD اللي هي تراكم للتروميات أو للصدمات بالحياة. هيدا الشخص في منهم إذا كانت شخصيتهم ضعيفة لنقول بيوصلوا أن يوقفوا حياتهم، أنه أنا ما بستاهل أعيش، شوفوا شو عم بيصير فيه كل مرة، ليش تكررت معه أكتر من صح. ليش أنا عم بيصير فيه هيك؟ هل أنا عن جد إنسان فاشل ومخرج أنه يكون عنده علاقة مع شخص يحبه؟ هل أنا عن جد ما بنحب؟ ليش أنا ما بنحب؟ بتصير الأسئلة مثل بولدوناج، ببلش سؤال وبتصير تكبر مثل كرة الثلج، بتكبر 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 ليوصل بمحل الإنسان ما بقى قادر يتحملها. يا بيصير عنده انهيار أعصاب، يا بيصير عنده حالات أنه يلتجئ للمخدرات، يا أما بيصير عنده حالات أنه هو يصير مثل اللي عمل فيه. فإذا أنا ما بستاهل أني انحب، أنا رح خلي العالم تتعلق فيه وأتركه، لأنه نوع من الانتقام بيصير. مثل ما قلنا في ناس توقف حياتها، في ناس بتفوت على علاقات عالم تكون علاقته مستقرة بناس لتخرب لهم إياها لأنه هي علاقة مصدر، نوع من الانتقام للذات مثل ما منقول، بس هو بيكون انتقام لا إرادي، مش أنه نحن عن سابق إصرار عم نعمله. بس مش كل الناس يصابوا بهالشي، يعني في أشخاص شخصيتهم قوية، ايه طبعا بيتعلموا الدرس، يعني بيعرفوا يصيروا حذرين من الناس، بيقووا أكتر، صح. بس إذا مش
صارت متكررة. يعني إذا ترك مرة أو اثنين أوكي بيقول أنا يمكن نقصني شيء بدي فتش وين مفروض زبط بنفسي لحتى لأشتغل. بس إذا كانت فعل الانفصال متكرر بذات الطريقة، عقلنا الباطني عمره 7 سنين وشغلته بالحياة أنه يدافع عن الكبير، يدافع بالطريقة اللي عمره 7 سنين بيفهم كيف يدافع عنه. فمنرجع منروح على المدرسة، الولد الصغير أول مرة بيعمل له بولينج، تاني مرة بولينج، تالت مرة بولينج، آخر شي بده يضرب، بده يصير أجرسيف. فذات الشيء بيصير فينا نحن وقتها منصير كبار، إذا تعرضنا للصفعات هولي كف ورا كف ورا كف بدك توصل لآخر شي عقلك الباطن اللي كده دافع عنك ورح تعمل هيك. فأنت بتنسائي بهيدي الشغلة لا إراديا، بتكوني مسيرة غير مخيرة هون. أوكي، طيب هون أورانيا هود الأشخاص اللي لازم نحكي معهم. يعني أول شيء إذا شخص بتصير معه بحياته، كل الناس يمكن بيصير في عندهم علاقات بينتركوا مرة أو مرتين على مدى حياة 40-50 سنة، بس الناس اللي بتتكرر معهم هالشي ما بيكون كمان هن عندهم مشكلة مع حالهم، مشكلة كمان بقلة ثقتهم بنفسهم بإنعكاس يعني هالمشكلة على الآخر. في جملة يعني مش معقول واحد ينترك من قبل 7 أشخاص. في جملة بالإنجليش بيقولوا لك you attract what you are. ايه طبعا، فنحن بنستجلب لحياتنا الريفلكشن تبعيت شو في جواتنا. هلأ نحن منعيط للعالم اللي هيك من قلة ثقتنا بنفسنا، لأنه مثلا إذا أول مرة حسينا بقلة ثقة فبتتضعضع الثقة، بتصير أنه مثل ما قلت لك هي كرة ثلج بتصير تكبر، بنصير كل الأشخاص اللي بيكونوا مستقوين بينبسطوا فيك أكتر لأنه حدا ضعيف فبيجوا بيكملوا عليك، لأنه فريسي هينة أنه تنلقط. أكيد مفروض الشخص يشتغل على حاله، نحن حذر يعني يعرف شو الأسباب. صح. أول مرة وثانية والثالثة والرابعة في كوشن ماركون. صح. سؤال أنه أنا ليه عم بتكرر هيدا الشيء مني أو هو من الآخر. هل أنا عندي باترن بحياتي أو طريقة معينة من التعاطي مع العالم هي طريقة غلط؟ يمكن أنا حدا الإنسان بطبعه ما بحب كتير الاهتمام، فبس تهتم فيه زيادة عن اللزوم بيختنق بيهرب. فأفضل الحلول أوسطها مثل ما بيقولوا. دايما مفروض الإنسان يكون هو حكيم نفسه، ودايما يظهر من العلاقة فشخة لورا، يتفرج عليها شو ناقصها، شو بدي زيد عليها، شو مفروض خفف. مثل الطبخة اللي بتنطبخ، أو إذا رحتوا على مطعم وأكلتوا، يا مطعم بيعجبكم بتضلكم عم تاكلوا عنه، يا اما مطعم تقولوا بهاراته زياده ما في اكل فيه. زيت الشيء العلاقه انا عم سخفها كتير مع انه منا سخيفه هالقد، بس فعلا هي الحياه كلها عباره عن خلطه. كيف انت بتخلطيها بنفسك تقدر تجيب الشريك لعندك. وامرار كتير يمكن تكون، اذا هلا بدي اقول شيء رح يطلع علي كلياتهم، بس في شيء اسمه تايم لاين ثيرابي، اللي هي نحن منعالج على أجيال لورا، يا 5 أجيال لورا جينيولوجية، يا أما 5 حياتات لورا. وهون أكيد الدين ما بيوافقني، بس العلم هلأ هيك بيحكي. بتكون نحن عم نتوارث من ستي وأمي جينات أو تروميات نفسية تتكرر. والجينات السلز اللي عنا الخلية فيهم ميموار، فيهم ذاكرة، كل هالصدمات ذاكرة خلوية اسمها ذاكرة خلوية. فهيدي الذاكرة الخلوية بتنتقل من جيل لجيل ليجي حدا يعالجها لتوقف مشان ما تجي لجيل زيادة. بس طبعا هون أورانيا يعني بيبقوا 4 بالبيت حاملين نفس الجينات، بس مش كلهم بيتلقوا الصدمات بنفس الطريقة. لأنه في حدا، لا بس بيكون في حدا متبني القضية إذا بديك غير عن غيره. يعني أمرار بيكونوا طوم، صح؟ كل واحد عنده منظار معين للحياة. يعني هلأ إذا بحط 6 أنا قدامي وأنت قاعدة عم تشوفيها، أنت بتشوفيها 9 وأنا بشوفها 6، أنت معك حق 100% وأنا معي حق 100%، لأنه perception is projection. طبعاً. أنت شو عم بتشوفي من داخلك هو حقيقة، لانه هيدا ريفلكشن على شو في جواتك، وانا اللي عم شوفه هو ريفلكشن على شو في جواتي. فكل انسان منا كيف بيشوف القصص من اي منظار هي عباره عن شو في جواته، مش حقيقه الاخر 100%. مشان هيك اورانيا لازم نحن كاشخاص نتعلم احيانا كيف نغير نظرتنا للامور، كيف نعطي الامور معنى اخر. يعني المعنى نحن اللي بنعطيه بحياتنا للمشاكل، للصدمات، للافراح، مش ضروري بس للاحزان والمشاكل، هي اللي
بتغير. فأنا دايما بقول نحنا كمان يعني أوكي حاملين جينات، المهم نعرف، المهم يعني نشتغل على نفسنا لنشوف طبعا كيف الأمور بدها تأثر علينا ونحط لها حد. هون شو بتقولي للناس يعني نصائحك لهالشخص يلي بتتكرر معه لموضوع حلقتنا إنه هو بينترك كتير 7-8 مرات مثل ما قلت، ممكن يوصل إيه يبلش يحس بالذنب، بده ينهي حياته، بيفوت بمشاكل نفسية، شو لازم يعمل أول مرة أو تاني مرة؟ هلأ أنا نصيحتي دايما بعطيها لكل حدا بيجي لعندي على الكلينيك هني 3 قصص، هي تريانجل أنا بسميه تريانجل دو برميودا، لأنه متى ما نوجدوا هول 3 كومبوننتس أو هول 3 انجريدينتس أو نوي الشخص يرجع لورا. أول شيء ما يكون عندنا اكسبكتيشن أو ترقب لأي شيء من الآخر. أنا ما بتوقع منك شيء. إذا أنا فايتة علاقة ماني متوقع لا خير ولا شر، شو ما طلع إذا طلع شر حامي نفسي ما رح أديها صح؟ لأنه أنا ماني، وإذا طلع خير كان به برافو الحمد لله شيء حلو. تاني شغلة نو جادجمنت، يعني أنا ما بتهم الآخر بأي شيء، لأنه أنا كل مرة عم بعمل هيك أنا في إصبع عم دل فيه على الآخر بس في 3 عم بتهم نفسي فيهم. سو أنت كل مرة بتتهم الآخر بشيء أنت عم تتهمي نفسك indirectly بطريقة غير مباشرة. سو نحنا قلنا ما في expectation يعني ما في توقعات، نحنا ما بنتهم الآخر بولا شيء. ثالث شغلة واللي هي أهم إنه يكون عنا boundaries، يعني نحنا نعمل سد بيننا وبين الآخر. أنا بعلي بقولن علو قد ما فيكن لتغطوا قلبكن بس ما تغطوا وشكن وروحكن. فنحنا بنضلنا قادرين نشوف الآخر والآخر يشوفنا بس بدون ما يصير قلبنا ممسحة. فبهيدي الطريقة أنت عم تحمي حالك بس أنت بذات الوقت قادرة تعملي كوميونيكيشن مع الآخر وتتحدثي معه وتحسي فيه وحس فيك. في بالإنجليش ترمينولوجي اسمها empathy مش sympathy. فأنت هون قاعدة عم بتحسي معه بس مش عايشة حالته. صحيح صحيح. فبهيدي الطريقة هلا بساطة هالشيء اللي قلتيه أوران، يعني هلا إذا الناس عم تسمع إيه كتير بسيط، أنا ما بحكم على حدا، أنا على بساطته هو بده شغل كتير. كتير شغل بس بينعمل، بينعمل إذا الإنسان بلش يواظب على الشغلة. يعني عندكم 21 نهار، هول 21 نهار كل يوم بتقولوا أنا اليوم ما بدي أتهم حدا بشيء، أنا اليوم ما بدي أتوقع من حدا شيء، وأنا اليوم ما رح خلي حدا يتخطى حدوده، مش بس حدوده، أول بابل لألي مش أهلي، أمي، أختي، بي، خي اللي هن اللي حوالي، هولي تاني بابل، يعني تاني لير من البابل. أول بابل هو لألي أنا، أول فقاعة إذا بدك هي لألي أنا، أنا وأنا مي مايسلف أند آي، أنا ونفسي وبس. أنا بتصرف مع حالي، بفهم حالي، حالي بتفهمني، بعدين بروح للعيلة الصغيرة، بعدين للبناية والجيران، بعدين للشغل، بعدين للحي، لأنه نحن ننتمي لقبيلة بس طبعا. أهم فرد بالقبيلة هو أنا، من بعد أنا بيجوا الباقي. إذا أنت ارتحت مع الأنا كتير هين ترتاحي مع الآخر. لأنه وكتير صعب ارتاح مع الأنا، بدي عمر يمكن وأعمار بسيطة، لأنه هيدا شغل بسيطة. إذا بسيطة هلأ كمان إذا بقولها لأنه قاموا علي قبل وقتقلتها، أنه 3 دقايق بنهار قدام المراية تعطيها validation لهيدي المخلوقة اللي قدامك أو هيدا الشخص، أنه أنت بتستاهل كل شيء، أنت محبوب، أنت بتنحب، أنت ذكي، أنت قادر، أنت 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 للشخص اللي قدامك. بعلي السلف استيم، بعلي الكونفيدنس، متى ما ثقة النفس تبعيتك عليت صرت المحبة للنفس بتزيد، كتير هين تتعاملي مع الآخر بدون ما يتخطى حدوده. فعلا الحياة أصلا أورانيا عمل مستمر لنفهمها، لنعطيها معنى، لنفهم أحاسيسنا، لحتى يمكن نواجه الصدمات بحياتنا. ممنوع الاستسلام بولا لحظة، مع أنه كتير حلو نعيش أحزاننا للآخر، نعيش أفراحنا للآخر، بس كله في إله وقت. برجع بوقف قدام هالمراية اللي حكيتي عنها وبرجع بتعلم أعطي معنى، يمكن هالمعنى يختلف من مبارح لليوم لبكرة، تقدر شوف شو اللي بيناسبني منه. أكيد صح؟ أكيد 100%. بس نحنا ما بننتهي، يعني كل ما في نفس عم نتنفسه، كل ما في شيء جديد، كل ما في أمل بالدقيقة اللي جاية صح، وكل ما عم نتنفس بعدنا وهالأمل. فأنا بدي أشكر ربي أنه بعده عم بيعطيني شانس لزبط شيء صح بعد.
بتى ما راح النفس خلص الشانس، ساعتها ما فينا نعمل شيء، بس كل ما نحن بعدنا عم نتنفس في أمل دايما، والأمل ما بيخلص. أمل مش بس لقلنا، حتى للعالم اللي منحبهم، وحتى للعالم اللي راحوا، لأنه بيضلون يشوفونا ويحسونا جسديا مش حدنا، بس أكيد هن موجودين دايما. أورانيا داهر، شكرا لهالمساحة، منشوفك بلقاءات أخرى.